الحقني عم كامل. ايه؟ الحقني عم كامل فهر وجع ورجالته يتكتلوا يا هربوا والناحية الجبلية اتكشفت خالص. الله يرحمه كان راجل ورجالتك انت واقفين. بس خلاص يا عم كامل بيتهزوا دول بيصدونا كيف العصافير وعارفين مكان كل واحد فينا. طب بسرعة وصف رجالتك لحسن يفتكروا ان انت سيبتهم وهربت، واول ما تشوف الحكومة جاية من الناحية البحرية تعال لي بسرعة. حاضر يا عم كامل. يلا ربي يا حبيشة. كويس. أنا صممت الفرح على ديزاين فرح الأمير ويليام في جريد بريدج. عليك هتطلع من البلكونة هنا أنت والعروسة وهتقفوا تشاوروا للناس وبعدين هيبتدي الرقص. أنا اخترت لك حتة ميوزك سو رومانس. الدرينكس ليه هنا؟ ليه مش هنا؟ نقل حضرتك هنا عشان هي بعيد شوية عن السبلاي أريا. أوكي ميرسي أوي. تحت أمرك بعد إذنك. اخيرا هتتجوز. بجد فرحانه لك قوي. مبروك بقى. الله يبارك فيك يا زوزة. انا كنت عارف انك هتيجي. طب سيبك من الكلام ده دلوقتي، خلينا بقى ننبسط وننسى اي حاجه ممكن تزعلنا. ايه بس الشياكه دي؟ البدله وصلت من باريس يا فندم. عمل فيها كل اللي انا طالبه وبعتين معاه واحد لو ليك ملاحظات تانية. عن اذنك يا زوزة. اتفضل تعال ورايا. غلط يا حبيشة اللي انت كنت هتعمله دلوقتي ده اكبر غلط. ما يسيبش للرحمة باب مش كتير عليه العذاب. ما استحملتش اشوفه ماشي على رجليه، قلت اقتل وش في غليلي. يا حبيشة انا مظبطه لك كل حاجه، ما كانش ينفع تعمل كده دلوقتي، كده كنت هتضيع نفسك. انا ضايع من زمان، كلها مسويه بعضيها. حبيشة الشطاره انك تاخد حقك من غير ما يحصل لك اي حاجه. اصبر وخلينا نكملها صح. وصلوا عم كامل ورجالتنا بيحاولوا يعطلوهم وهبابة وهيبقوا نهو. طب احميني لحد ما اطلع ام حبيشه.